الشروق، شمس السودان التي لا تغيب. كل علوم الدنيا جايا، أصلع واحد فن ودراية، معمار تقانا وحملت راية، أصول فروع رواية حكاية، الهندسة روح العصر بداية، بيها نشوف مستقبل أمة وبيها نزيل الأسى والغمة، نبقى حماتك يا راية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مجلة الهندسة والتي تأتيكم بإطلالة وصورة نصف شهرية على قناة الشروق الفضائية بالتعاون مع اتحاد المهندسين السودانيين ولاية الخرطوم، باعتبار أن الهندسة لا تنفصل عن حياتنا اليومية ولها أهمية كبيرة جدا جدا في حياتنا. إذن أهلا بكم إلى هذه المجلة والتي نحاول من خلالها أن نتعرف على مجالات الهندسة المختلفة مختلفة بصور عديدة. أهلا ومرحبا بكم دائما. نحيي مشاهدي قناة الشروق. نحن في اتحاد مهندسي ولاية الخرطوم بشراكة ذكية مع قناة الشروق نبدأ مشوارنا في مجلة الهندسة التي نهدف من خلالها أن تناول القضايا الهندسية بتخصصية، وهذه أول مجلة تتناول القضايا الهندسية بتخصصية في السودان. نرجو أن تكون هذه المبادرة مبادرة طيبة يلتف حولها المهندسين في تناول القضايا الهندسية وتعريف الناس بمشاكل الهندسة وهموم المهندسين والمشاريع الهندسية إن شاء الله. تقوم الهندسة بدعم الابتكارات الجديدة والاستكشافات العلمية التي تعزز من حاجة الإنسان. فضاء المعرفة فضاء واسع للتعريف بعلم الهندسة. يعني أول من مظاهر الإنسان ظهرت الحاجة لأنه يكون عنده بعض الأشياء اللي تعينه في حياته، بالتالي ظهرت معها هذه الهندسة كبراكتس كتطبيقات. وإذا قلنا كلمة هندسة هي مرجعة هاند سكيلز للإنجليزية هاند سكيلز، أيضا الهاند سكيلز بدأت من فترة طويلة جدا، يعني ممكن تنسب للعصر الحجري. فظهورها في 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 السودان كمهنة يؤرخ له بدخول التعليم إلى السودان، دخول التعليم المنتظم إلى السودان. ويمكن كل الناس المرجعية بتاعتهم مدرسة قردون وكلية قردون، وهذه المدرسة يعني مدرسة قردون صاحبتها مدرسة المساحة، ودي تاريخها بالنسبة لنا معروف في 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 المتاحف موجود، اللي هو في 1902. وبالتالي الفترة دي كان المدارس دي مهمتها تخرج بعض الفنيين حتى انهم يعينوا المستعمر في مسح الارض وتحديد المواقع، مواقع الكنوز وتحديد مواقع المنتجات والثقل السكاني وهكذا. هندسة الخرطوم كانت هي من أوائل الكليات الهندسة الموجودة يمكن في الإقليم. رادفها طوالي الكلية المهنية والمعهد الفني، وديل كان المهمة بتاعتهم إنهم يخرجوا عمال مهرة
ويخرج فنيين باللغة بتاعت اليوم اللي هم تقنيين. ظهرت بعد ذاك التخصصات المهنية في الهندسة نفسها، يعني الهندسة بدأت تتشعب، والتخصصات دي بدأت بالتخصصات التقليدية اللي هي هندسة العمارة، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة النسيج، يعني دي كلها هندسات ظهرت في الجيل الأول من الهندسات التقليدية. خلف شاشات هذه الهواتف تقنيات عديدة، ومع تطور تكنولوجيا المعلومات تتطور هذه التقنيات. هل نستخدم هذه التقنيات استخداما أمثل؟ هذا ما سنحتاج أن نتعرف عليه، وهذا ما سنعرفكم عليه أكثر من خلال نوافذ ذكية عبر مجلة الهندسة. يطلق مصطلح هاتف ذكي سمارت فون على نوع من الهواتف التي تستخدم نظام تشغيل متطور، ومعظمها يستخدم شاشة اللمس واجهة للمستخدم، وهو يوفر مزايا الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويعمل على أنظمة تشغيل ويندوز ولينوكس وبلاك بيري. أنا بستخدم، يمكن أنا أتواصل مع أصحابي، أنزل بحوث، أشوف أخبار العالم. هو أول شيء محصلة فكرية بنستفيد منها نحن كطلاب، في السياسة، في أخبار الرياضة، في التواصل مع الأصحاب، مع أهلي. ذات الله مزايا كثيرة منها أني أتواصل مع أصحابي، أستفيد منها، أكتب بحوث. يعني المواقع الاجتماعية السوشيال ميديا دي خلت الناس منجذبة أكثر للشاشات وللسرعة بتاعت الرامات والبروسيس والذاكرة وكده والتفاصيل يعني. ما شاء الله، يعني كله ممكن الواحد شاف دول كثيرة، لكن الثقافات بتاعت التلفون في الشعب السوداني ما شاء الله، حتى العامل البسيط بيكون عنده باكراوند عن التلفون وعن تفاصيل التلفون يعني. لا تختلف الهواتف الذكية عن الحواسيب المحمولة لابتوب والحواسيب الشخصية PC، ويتكون من جزئين مكملين لبعضهما، الجزء الحاسوبي وهو الجزء الفيزيائي الممكن لمسه، والبرمجة هو الجزء البرمجي المشغل للجهاز. أول حاجة يكون فيه برامج بتاع التصفح عالية جدا، شبكة إنترنت قوية جدا، عشان أنا أقدر أخش على أي موقع أنا عايزاه. الشبكة تكون بأعلى درجة. تنتشر الهواتف الذكية في السودان في رأي خبراء المجلة الهندسية، فإن عدد المستخدمين لهذه الهواتف يزداد يوماً بعد يوم، ويقول خبراء أن عددهم 62.6% من مستخدمي الهواتف المحمولة في السودان، والذين يزيد عددهم عن 9 مليون مستخدم حسب تقديرات باحثين. بنقسم الاستخدامات الناس في الأغلبية يعني حسب خبرتنا ومجالنا، بنقسم لقسمين. يعني في ناس بتستخدم التلفون كنوع من البرستيج، يعني أضحى ظاهرة اجتماعية التلفون والتصوير وكده يعني، وفي جزئية تانية بتستخدمه للتقنيات الفيو وللفاسيلتي الفيو. يعني الآن الشغل ماشي على شغل إلكتروني، حتى المعاملات البنكية، تصوير المستندات كده. ويلاحظ أن استخدام الأجهزة الذكية مكن الأطفال من الاستفادة من ميزاتها في ترقية تعاملهم مع التقنية، وصولاً لجيل متطلع لغد أفضل. نتواصل وإياكم مشاهدينا الأحباب في كل مكان عبر مجلة الهندسة على قناة الشروق الفضائية، والتي تأتيكم بشراكة ذكية مع اتحاد المهندسين السودانيين بولاية الخرطوم. أهلا بكم دائما. الأنشطة، أنشطة الاتحاد متعددة الحقيقة، لكن واحد من أهم الأنشطة اللي بيقوم بها الاتحاد بصورة دورية هي تدريب المهندسين. أنشئ المركز في عام 2012 أو آخر عام 2012 من أجل تقديم خدمة تدريبية متميزة للمهندسين عموماً وللخريجين، لخريجي كلية الهندسة، حتى يواكبوا سوق العمل بدورات تدريبية تأهلهم للمنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجياً. درجة الاتحاد أنه يستقطب من الممارسين في المهنة ومن أكاديميين والباحثين في الجامعات السودانية مدربين مقتدرين،
وعشان يدربوا المهندسين الجدد والمهندسين المتقدمين إن شاء الله في مسيرة الهندسة في عملهم المهني، سواء في العمل الاستشاري أو عمل المقاولات أو الصناعة أو خلافها. فهي نحن في المركز بنقدم كخدمة للمهندس من واقع أو من مسؤولية الاتحاد المهني لمهندسي ولاية الخرطوم. تم تدريب حوالي 9000 خريج بمختلف تخصصاتهم الهندسية من بمختلف درجاتهم الأكاديمية من بكالوريوس ودبلوم، ويهتم المركز بجل التخصصات الهندسية ويقدم التدريب كخدمة للمهندس بأسعار رمزية. النشاط الجاري الآن هو تدريب حول الكودات أو اشتراطات التعمير والبناء اللي دورة مكفولة مقدمة لوزارة التخطيط العمراني في ولاية الخرطوم. الدورة التدريبية كان مفيدة جدا، أخذنا معلومات عن نشأة وتطوير الكودات، وأخذنا معلومات عن كيفية إعداد وتطبيق كود البناء، واستفدنا منها كثير. البيئة كان مهيئة، والأساتذة الأجلاء الدكاترة ما قصروا معنا. حقيقة الدورة مواد كانت شاملة ومتكاملة ومترابطة مع بعضها، واستفدنا منها كثير في مجال الكود والمجالات الهندسية عموما. البعد الثالث مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة عن عمارة المساجد. تعد عمارة المساجد ذات طبيعة روحية ووظيفية وجمالية، وتفرد مجلة الهندسة لها مساحة تثقيفية يتطرق فيها الدكتور مصطفى حاج عبد الباقي الأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والخبير المشارك في تخطيط مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتوسعة الملك فهد للمسجد الحرام. يتطرق إلى أول مسجد بني في الإسلام، مشيرا للمساجد التي يشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. بدأت عمارة المسجد النبوي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهو أول مسجد في الإسلام تم تخطيطه والاشتراك في بنائه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن العناصر الأساسية في عمارة المساجد أشار الدكتور مصطفى حاج عبد الباقي إلى ضرورة أن يحتوي المسجد عليها، معرفا كل واحدة منها. أول عنصر هو بيت الصلاة، وهو مكان المصلين، وهو أكبر مكان في المسجد. بعد ذلك سنتحدث عن المحراب، وهو مكان توجيه المصلين اللي هو يوجد في كل مسجد لمعرفة اتجاه القبلة. ثم نتحدث عن المنبر، وهو مكان صعود الإمام لإلغاء الخطبة، عن مداخل المسجد وطرق تصميمها. بعد ذلك حنتحدث عن المآذن اللي هي أخذت دور مختلف، وأصبح كل عصر من العصور يتميز بمآذن خاصة به. وتحدث الدكتور مصطفى عن النماذج الكبرى للمساجد في العالم، مشيرا إلى توزعها في العالم. المسجد الأموي في دمشق، والمسجد الأزهر في القاهرة، وجامع الزيتونة في تونس، ثم مساجد تركيا أي صوفيا، والمسجد الأزرق، مسجد الملك الحسن بالمغرب، مسجد الملك فيصل في إسلام أباد في باكستان، مسجد الشيخ زايد آل نهيان في أبوظبي، ومسجد السلطان قابوس في عمان، ومسجد الصالح بصنعاء، ومسجد الجزائر الحالي. أما عن عمارة المساجد في السودان فإن الدكتور مصطفى حاج عبد الباقي لديه بحث خاص عن ذلك، كما أنه تحدث عن النظم الإنشائية في تشييد المساجد ومعايير تصميمها. إذن مشاهدين، كما تابعنا عبر فقرات مختلفة، فالهندسة حياة، والهندسة فن، والهندسة مهنة. سنلتقي دائما عبر هذه المجلة بإطلالة نصف شهرية على قناة الشروق الفضائية. شكرا لكم دائما على المتابعة، وإلى صفحة أخرى في الحلقة القادمة. في أمان الله.
كل علوم الدنيا جايا أصلع واحد فن ودراية معمار وثقانة وحملت راية أصول وفروع رواية حكاية الهندسة روح العصر بداية بيها نشوف مستقبل أمة وبيها نزيل الأسى والغمة ونبقى حماتك يا رايا.